اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا وناطرين حلقه جديده من برنامج مسحه من جد. عنا الكثير من المقالب الحلوه والمهضومه والمسليه بتمنى تنال اعجابكم. رح نبدا مع اول مقلب. لما بدنا نشتري سياره بنعتلهم حقها. زميلنا معه حق السياره بس ما معه دفتر السواقه. خلونا نشوف بهالمقلب كيف رح يحل مشكلته. نزلك كلمة لخيي فوضى القصة ولخيي ما عرفتنا؟ لا اعطيتك تعمل لي دفتر سواقة وكل يوم بتقول لي اليوم 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 هلا عن جد تطلع فيي ما عرفتنا؟ شو بك يا زلمة؟ مش قلت لي أنت بتعمل دفاتر سواقة وعطيتك مصاري ورحت قلت لي بلاقيك هون؟ أنا؟ إيه أنت هو أنت شو أنا عم بسلب عليك يعني؟ ما معي خبر انا يا عمي انا هلا وين الدفتر بلا مزح اعطيني الدفتر يا خيي انا احسن تعمل لي قصه يعني ما معي انا ما كنت مسافر صار لي 3 شهور يا عمي شو مسافر ما انا شفتك هون وقلت لي بهيدا الوقت بعطيك الدفتر السواقه شو بقى انا ايه انت كده ما معي خبر وكيف ما معك خبر ولا خيي ما انا اعطيتك مصاري كمان انا اعطيتني مصاري لك ايه دينا الدفتر يا دفتر انا عمي ما معي خبر بشيء تلفن للشرطه انه انت تلفن للشرطه تلفن للشرطه تلفن له بدي تلفن للشرطه لك يا خي لقيته هون بيعمل دفاتر سواقه قالوا لي عنه وجيت اعطيته مصاري عبنا يعمل لي دفتر سواقه وقال لي مثل هاليوم بلاقيك هون وما بده يعطيني بقول لي ما بعرفك لك يا عمي انت نطيتني انا ما كنت هون امبارح جيت ماني امبارح انت انا امبارح جيت وين كنا ايه وين كنا مسافرين بلجيكا بلجيكا اعطيته الدفتر؟ ايه شو بلجيكا بلجيكا يا زلمه؟ شو راح يعني الدفتر ودفعت له مصاري؟ عم يمزح معك مسحه والنجاح اي والله ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري خذوا اعطي معنا شوي الحكي اخذوا رد فريق البرنامج بحب كتير عملته الوطنية القديمة وعباله يرجع للسوق للتداول فيها شو قولكن رح ينجحوا؟ شو ابو النيل كيفك تمام شو موديلات جديده هي المستعملين اذا بدك شو ده نوكيا هذا نوكيا وهذا شو سيمنز سيمنز اريكسون سامسونج شو عم تعدوا للاجهزه هيا واحد نوكيا جديد هيدا لا لا الثاني هيدا صغير ايوه بدي حقه هيدا هيدا حقه 300 دولار 300 بعطيك بالليرة اللبناني بالليرة اللبناني؟ صار 300 دولار على الليرة اللبناني قد ايه بيطلع؟ 40 و53 بس لحظة كرمال احط لك في ورقة بس اعطيني التليفون ايه بتحاسب فيه قبل؟ طيب اوكي بتحاسب بعطيك المصاري شو ما لحظة بتحاسب فيه قبل بس اعطيني التليفون شو؟ شو؟ من جاي انت بس انت طب روح روح شوي فين التليفون اخي ما بحكي هذا هذا شربان يمكن على فكره تعال 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 اهو بلكت اه شو عرفانين شو بك انت شو من جاي انت ما فيك توصي فينا وصاحب محل صديقنا يعني بقدر اتوصل ل 10000 شلك منه يعني بتصير 30000 منيح اكثر ما في طيب خذها خذها حتى تغير قلت لك يا بكيس مبروك ليس حطونا يا ليس عنه
كرام. عم هيدي عم نعمل خدها. عم بلدنا بس قديمة. يمشي ليرة لبنانية مثل ما مثلك. ما بتمشي معنا هيدي المصاري هيدي ما بتمشي معنا بس. يا مسيو ليه ما بتمشي؟ ما بتمشي قديمة. بدي ردلك هلا. ما بدي اياها يا عمي ما باخذهم. شو كيف ما بتاخذهم؟ الله يرضى عليك انا ما بدي ما باخذهم اعطيني صاحب محل ما باخذهم انا. طيب لحظه ما باخذهم يعني بدي مصريات ما بدي اخذ ساعه. طيب اوكي لحظه رح تاخذ ساعه. ما بدي اخذ ساعه بدي مصريات. لحظه بس لحظه مش مني مش انا رح ابيعك ساعه يا اخي. ما بدي اخذهم. صاحب المحل رح يبيعك. اعطيني صاحب محل ما بدي اياه. بدي واحد شقه وواحد طاووق وواحد اسكالوب وواحد همبرجر وواحد بيبسي. شو طاووق واسكالون وهمبرجر غيره حبيبي. بدي سنه 8000 من معروف. 8000 ما هولي وبضل بقى. شو بضل بقى؟ شو هذا؟ وعمله هيك شويه. كنت مسافر وامبارح شيء وين عمله لبنانيه. اوعى تقول لي بالبرازيل بس. لا جيت امبارح بالليل. وين كنت؟ شو كاين؟ بأي بلد؟ كاين بألمانيا. خذوا معك ألمانيا، أعطيني لبناني. هلا ما رح أقول لك ردلي الباقي بس خلص يلا مشيهم. هيدا عم نلمع رفقتي هون شفت الألف كيفية بدي ثمانية من هون. شو ألف ما نفش؟ هولي فش فيهم طول عمري حبيبي. ما بشتري فيهم بألمانيا مش هون. أي ألمانيا؟ هول لبنانية اقرا بتعشتها؟ بلا طلع شو مكتوب. حدا بيعتك لعندي يا خيي. شو بعتني؟ جاي بدي اشتري بدي حدا بيعتني. عملنا وفقارة بدروح. ما تطلع عملة لبنانية. روح لبدروح. روح لا معصب روح شو بعت؟ اعطيني مصاري لبناني لبناني. ما هيدا لبناني اقرا عليه شو هو هيدا؟ خليني غزقهم. لا اوعى ها. ما معيش غيرهم تخزقهم معروف. روح يا خيي شو بعت؟ بدي اشتري اعمله. سألني. وانا خيي شو بدك قول لي؟ طب ما اسأل شو في قبل. شو بدك؟ مسحة ما نجت ما بدها هالقد مسحة ونجت ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري خدوا اعطي معنا شوي الحكي اخدوا رد ما بدها هالقد لك ما بدها هالقد لك مسحة والله لا يسعلك طريقة لك يا شباب زبون دايما على حق هيدا شعار كل المحلات. تويوتا عم يشتغل بمحل وشعاره ازعاج الزبائن. ازاي شو انت؟ خد ساندويتش بدي خلي فوت فيي شو بعرفنا شو بعرفنا عم بعصب على ما ظبط شاهين شوف المدام جيت حط المطبخ ان شاء الله شو بعرف عم بشرب ساندويتش مش بكنس طبعا نظف يا اخي ما خلي المطعم نظيف كنس منيح مش بدنا نخلي المطعم نظيف مزبوط ولا لا بس فلي بتنظف حبيبي مالي خلاص حبيبي خلاص معقول هيك خير لي نفسي لا مالي خلاص طول الصحن يا شباب صحن روح جبني عوض عارف كيف صحن يا يا خيي يا خيي روح ما تاكل ما تاخذ ساندويتش مع تقرب علي يا معلم احكي معه يا معلم كلس هون يا احكي معه شو بده هيدا معقول هيك طيب لك يا خي بدي شي ساندويتش بدي اكل صايم هلا امبارح صايم كلس انت من هون كلس خي بدنا نخلي المطعم نظيف يا خي نظيف على راسه وعيني بس مش قدام العالم بتكنس شو بدك تاكل قدام الوسط قال لي بس مين معلم يا هو حدك احكي معه ليش معاشك يا ليش معاشه يا خي عندي الموضوع ليش معاشه ضبطوا لنا الاستاذ يا شباب ضبطوا لنا الاستاذ بس شو خي معقول هيك هي بتعامل الزباين يا خي لو الزبون مثلك ما بدنا اياه يا حبيبي الله ما في زبون مثلي شو بفكر حالك احسن مني روح روح يا عم روح
تعال بنمزح معك. عم ترجع هيك شو بيقولوا بقى تعمل صح من قدام تليفون يا خيي. طب شو بك اللي معصب روح شو خلص 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 تعال تعال خلص اكله تعال بنمزح معك عن جد. خلص يا خيي بعيد عني بعيد عني يا خيي بنمزح معك تعال طلع على الكاميرا ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا خيي. إبراهيم عنده تليفون ضروري يعمله وما طلع بوجهه إلا محل الرشيدة للأدوات الكهربائية. هلا حبيبي ليه ما في حرارة هيدا؟ ما في هيدا بس للعرض. ما في هيدا؟ لنشوف غيره. ما في هو كلهم للعرض هون ما فيهم. اي ليه عينك ضايقة أنت والأخي؟ أهلا وسهلا فيك يا خي بس هودي كلهم. معقولة واحد بتخليه تلفن يعني؟ طلع ما في هون ما في لا ما في يعني منه سيلولر هيدا تليفون عادي بس ما في خط خيي عنا لعب ورق وحامي القصة يعني عرف كيف؟ شكلك مطول السهرة امبارح ما في خط ولا ما في خيي يا خيي روق شوي ليه هيك انت متعصب؟ حبيبي لحظة لخبرك هيدا 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 منشوف هيدا روق وين شيت السماعة طيب من وين جاي حضرتك؟ لكن شو عاملينه لك إذا ما بيحكي؟ هيدا للعرض بس شو عرض شو هيدا؟ لحظة شوي انت مالك بيحول إرسال هيدا؟ لا هيدا بغسل كيف بيفتحوا هيدا؟ هذا دي في دي بيفتح من هون هيك ايه دي في دي يعني بيتلقى اتصالات هيدا بدك حبيبي كيف ساعدك خلص هيدا تليفون روح بدي تلفن عنا اعمل لك عنا لعب ورق قوي يعني حامي اذا بتروح تحضر عم اسمعش هون نزعته للتليفون بدي تلفن ولا غير هيدا بس للعرض بس للعرض ليه طيب ليه يعني بالسنترال هون حبيبي طيب يا خيي خلص ها روح بحكي من برا اخذ لوين بدك تروح خلص بحكي من برا لانك عينك ضايقه كثير بتشم قلب على العمود تعال هون يلا شو قصدك بقول لك خيي بدي احكي من برا ما انت اللي احكي من برا بدك روح تقنع الصبح روح شوي حبيبي روح شوي شو بدك تفوس وين سكيورتي روح شوي روح شوي حبيبي انت هون ما انت قلت لي ما تحكي هون على راسي على راسي بس بدي احكي تليفون ضروري عندنا ماتش حامي حامي عن كاس يعني ماتش حامي ما بيحكي هيدا ما في ليه ما بيحكي عمرك شفت تليفون بلا خط يعني شو هالحكي هيدا مع طول عمري هيدا ملاك طيب هيدا شو هو ربك يا عمي حدا يجي يشيله وين الشباب يا كريم يا خي روق شوي يا خي شو قصتك جاي تتبلى علي على بكره الصبح خلص بدون ما تعرف روق شوي خلص روح خلينا نخبرك يا خي روح خلص ما في خلينا نخبرك روق شوي تبعت للشباب ايش حطوك لا روق شوي ما خلينا نخبرك اتفقنا مع الاداره خلص حولنا جاي ما بدها هالقد اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري خذوا اعطي معنا شوي كمان بهالحلقة ساعدنا الشاعر كمال قبيسي والملحن يحيى الحسن لنعمل مقلب بالفنان بشار درويش منتابع سوا المقلب أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا لقاء مع النجوم اليوم بصيرنا نستضيف الفنان بشار درويش أهلا وسهلا فيك والشاعر كمال قبيسي أهلا وسهلا فيك والملحن يحيى الحسن أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا بشار بعد عدوية الغنية اللي ضربت وكل العالم حبتها والكليب الحلو شو في شي جديد؟ في هلا عم تنعرض اغنية تانية اسمها خلاص يا قلبي سابوك يعني نفس المود تبع عدوية استاذ بشار سمعنا شي؟ ايه هلا عاملين اغنية اسمها بقول لك لا من الحال استاذ يحيى الحسن وكلمة استاذ اغنية مصرية مهضومة كتير نسمع بس وبقولك لا وحقولك لا وبقولك لا جياتي قولي قلبك رق جياتي قولي بعد ما قلت القلب لا ما عادش قلبي اشتغلك ده الوقت اللي
كيفك استاذ كمال حبيبي؟ سلم عليك استاذ سامي سليمان. يا اهلا وسهلا. اهلا زرزور. كيفك استاذ يحيى؟ كيفك يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ كيف اخباركم؟ لا تفضل عشر درويش تفضل. هذا هيك اللقاء. فنان زرزور تفضل فنان كمان مطرب. لا لا عادي عادي خلي اللقاء شباب. صاحبنا يعني شكرا معنا بيغني؟ بيغني معروف يعني البرازيل اسمه حلو كثير. بيغني باللغات اكثر من الاغاني. زرزور سعيد زرزور اسمه سعيد زرزور فنان بشار درويش. شرفنا. لا ما حصل لي شرف. والله شو راح تعملوا؟ تكفوا المقابلة ولا شو؟ ايه مكفي المقابلة عادي. شو المشكلة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة يعني حضرته مطرب فنان معروف. ايه على راسي. سلام يا صاحبي. عندك مشكلة؟ لا لا ما عندي مشكلة بالعكس انا بشجع اذا كان صوته حلو. جديدة وبس حبيبي خليني شوي لانه يعني انا بتمنى تكون مقابلة له وانا بكون معه وبشجع اذا صوته حلو. اوكي بلش؟ حلو التواضع هذا هذا المحبة بين الفنانين. هون الفنان اخلاق فعلا. فينا نبلش؟ بينضم لهالسهرة الفنان زرزور. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيكي. كنت جديد بالبرازيل وجاي هلا على لبنان. جاي هون عندي كم حفلة بدي اعملهم وبدي ارجع اروح على الخارج. عم نحضر له البوم كمان هلا جديد. عندك استاذ كمال. نحن والاستاذ يحيى عم نحضر له البوم جديد كمان. على فكرة من الفنانين مهمين جدا زرزور. حبيب قلبي يا استاذ خليني يعني. صوت وظرف يعني له هيك تطلع حلوة. ما زلنا عم بيحكوا عن صوتك وعن الأغنية والروائع تبع حضرتك، فينا نسمع شيء منها؟ ولو تكرم عيني. تفضل. بس ما رح غني بعد إذنك أستاذي، ما رح غني أغاني جديدة لأنه بخاف ما ينسرقوا. أغني أغاني من قريب. آه حتى لأنه كمان في مشكلة. بتعرف كثير بيراقبوني أنا بس غني عم يسرقوا لي إياها. هو مشهور بالموال كمان. يا قلبي يا قلبي كل ما شفتني بك مشاي وحسني حبايبنا بكم شاي بكم شاي وعساك وعساك تعود تتوفى بكم شاي تراب المش عليها الحباب علي هيا 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 يا عبا عرب نضيف يا عم عرب خلينا هيك زرزور عرب نضيفي. شو رايك سيد بشار؟ الله يوفقه يا رب. حبيب قلبي خلينا يعني عيد الوسقه اللي طالع هلأ من ضمن الاستاذ زرزور بجنن. شو قصدك وضع يعني؟ لا انه يعني الشباب الطالعين ان بس انه بالعاده استاذ يحيى في ضد مشروع للفنان انه يغار يعني ضد الجيل الجديد. غار لا مش غار لا مش صغير لا. لا مش الموضوع غيري معنى الغيري بس انه حساسيه من تعرف مش اول مره هو الموضوع انه صوت جديد يعني ايه صوته جديد صوت بس جديد. ليك اذا انت بدك تغني نصيحه مني يلا مش عم نصور ما هيك لا لا ما في تصوير يعني روح دروس عشان لما تقدم نفسك للناس تكون بدرس ليه بدرس انا عامل كونسرفاتوار شو بتدرس السواقه بدرس الموسيقى ودارس مشهور انا فيكني اول مره بغني عم لك برا مشهور بجوز انا بعطيك نصيحه ما حبيبي انا بس انا مشهور هيك عم بتطيل من معنوياتي والتلفزيون انا كنت انت عم تقولها بقلب طيب بس هي بتنفهم غير هيك لا يا استاذ هيك عم بتبهدلني شو عم بضلك يا خيي طيب خيي عم بتقول لي ادرس وانا عم اقول لك فنان عظيم ما شاء الله بس نخلص المقابله بنرجع بنكمل طيب. نقشر طيب يلا خلص خلصوا انتوا انا اذا بدكم انا ليش؟ بالعكس انا مبسوط يا خيي كثير طول عمره الفنانين بيجتمعوا اربعه وخمسه وعشره طيب سمعنا شيء سمعنا شيء شو في شيء عندك جديد هيك جديد ما فيني سامعك ما شيء قديم طيب شيء قديم شو عم يسرقوا لي اياهم شو حافظ شيء قديم قديم سمعت لسلطان طلب جورج والصوت طيب يلا عزف شوي خلي صمتي مهلا تمام يا مهلا
الحمامة بالشبك يا ملك يا ملك يا ملك سبحان ربي ما أجملك. بالفعل سبحان الله مع احترامي لصوتك يعني يا خي انا بطلع يعني جديد يعني يا خي انا اقل الناس كلها انا عم بعطيه نصيحه شو بدي خلص انا بعتذر لا حاسك مضايق منه ماني مضايق شو الموضوع عفوا بس ما عم بفهم بالنصيحه بشو يعني انه جيب اغاني ولا شو النصيحه يا خي انا جايبيني لاقضي نصايح ولا جايبيني اعمل برامج كان بدك تقول شيء للزلمه مطرب جاي يعمل لقاء مثلك مثله طب خلصونا لقاء بعدين انا بفوت معه عادي يا رجل لا بنصحه بيقول لي عم تبهدلني انا مش عم ببهدلك انا حبيبي عم بنصحه بنصحنا ليش هيدا الفن هلا خلص اللقاء بعدين شو معناتها يعني شرشحتي شو انا ولا شيء يعني عم لك مشهور برا وقد الدنيا كلها وين برا على البلكون يعني برازيل بالبرازيل ايه عفوا لا عود عود شو لك ما ردك بمزح معك رجعت وقعد منصور منصور مش مزح النجاة برنامج مزح النجاة الله كيف قلبي حسس مزح النجاة ما بدها القد اتعصب وتنرفز يا خي مش حرزان يا الخبري خدوا اعطي معنا شوي الحكي اخدوا رد ما بدها القد يعني بالختام ما فينا الا نقلكن انه الاوقات الحلوه بتخلص دايما بسرعه على امل تبقى ايامكن كلها سعيده ومسليه لاقونا بالحلقه الجايه من برنامج مسحه من جد.